أؤمن إيمانا قويا بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمع بين البشر هو الوتر. لا شك أن الأغنية تمثل شكلاً من أشكال التعبير عن الحب والرومانسية، وتعبر عن الدفين في دواخل المحب، ومن ثم تلمس مشاعر المستمع إليها فيجعلها ملاذاً للتعبير بها عن أحاسيسه تجاه من يحب وما يحب. فكما يزخر تراث المغرب الموسيقي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بأنماط موسيقية كثيرة متنوعة، تتنوع الأغنية الرومانسية كذلك حسب طبيعة النمط الموسيقي الذي تنتمي إليه. في هذه الحلقة سنتناول مع ضيوف برنامج يا موج غني تجليات تعابير الحب والرومانسية في بعض الأنماط الغنائية التراثية، وإلى أي حد تمثل الأغنية باختلافها مظهراً من مظاهر الثقافة المغربية باعتبارها خطاباً يخاطب العلاقات الإنسانية ومطية يلجأ إليها المحب لمخاطبة محبوبه. فاخترنا منها أغاني الملحون، موسيقى الآلة، الأغنية الحسانية والأغنية الأمازيغية. الموسيقى يمكن اعتبارها أيضا شكل من أشكال تعابير الحب. الموسيقى والرقص كذلك لغة الجسد. الموسيقى ليست مجرد أغنية ومجرد طرف، بل هي استجابة لنداء دفين في الإنسان. لذلك يقولون بأن الحب أيضا رغبة وإرادة في التحقق وفي الوجود، ولهذا أيضا الحب ظاهرة ثقافية كما يقول الأنثروبولوجيون، ظاهرة ثقافية باعتبار أن الحب هو محرك الفنون وهو محرك الإبداعات. ولكن الحب عند المغاربة هو أفعال وليس أقوال. بطبيعة الحال دائما اللغة نلجأ إلى لغة مواربة بهذا المعنى، نلجأ إلى بضاد، نلجأ إلى البغو، نلجأ إلى تسميات أخرى. حتى الحبيب يصير عندنا هو جزء من أعضاء بشرية ربما عندها قيمتها الكبيرة، تنقول الكبيدة، تنقول القلب، وهذا كله المكانة الرمزية والاعتبارية للحب. لا أعتقد بأن المغاربة يخاصمون الحب، بل على العكس من ذلك، عندما نعود إلى التراث الصوفي، عندما نعود إلى الملحون، عندما نعود إلى الفنون الفرجة والبساط وغيره، نجد بأن المغاربة شعب ينتصر لثقافة الحب. الأغنية هي حامل للتعبير عن ثقافة المجتمع. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الطبقات أو نتحدث عن الفنون الأكثر انتشارا، ما نقدروش نقولوا بأنه الأمر يرتبط في بعض الأحيان بلحظات اجتماعية أو بسياقات تاريخية،
مثلا في واحد اللحظة معينة داخل المدينة القديمة أو المدن العتيقة تلقوا الأندلسي والطرل الغرناطي هو الحاضر، متى مشيوا للسهول والوهات تلقوا بأن العيطة هي الأكثر حضورا. عندما نذهب مثلا إلى أحوازنا المرتبطة بسوس وغيرها نجد بأن هناك أنماط غنائية وفن الرويس حاضر بدرجة كبيرة. وفي كل هذه الأمور أشنو تلقوا؟ تلقوا بأنه أولا المرأة حاضرة بقوة، وما كاينش مشكل ديال ذكور إناث، وكاين اعتزاز أن المرأة فاعلة حتى في الرقصات. الرقي على مستوى الإبداع الذي يكون في العيطة، الذي يكون في الملحول، الذي يكون في كل تعبيرات في الأندلسي، في الغرناطي، في الشقوري، في كل هذه التعبيرات الفنية المغربية، أعتقد أن انعكست على المجتمع وخلقت لنا واحد الجيل اللي تنسميه اليوم جيل ذهبي اللي يحشم، الجيل اللي ما يقدرش يقول مثلا هذه كلمة أحبك ولكن يقولها بطريقة أخرى. اجتمعت في نصوص ونوبات موسيقى الآلة أو الموسيقى الأندلسية المغربية كل المواضيع المرتبطة بالحب، سواء في التصوف والمحبة الإلهية والمحمدية ووصف الطبيعة ووصف مجالس الخمر والغزل العفيف في المرأة وتعداد محاسنها. واستخدمت في النصوص الخاصة بالرومانسية كل المفردات المرتبطة بالحب من هيام وعشق وغرام، وكل نوبة أندلسية في موسيقى الآلة تعبر عن الحب والرومانسية وتربطهما بشكل من أشكال الطبيعة كالأشعار المتعلقة بشروق الشمس وغروبها في إحالة على ألم الفراق كما هو الشأن في نوبة المايا. كما تسقط نصوص موسيقى الآلة الورد والجلنار على وصف الخدود والنبال والسهام على تأثير العيون. استحضرت وأنا أستمع إلى سؤالك لبيتين من شعر السلطان العاشقين سيدي عمر بن الفريد، وهو يقول في لاميته: هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنى به ولا له عقل، وعش خاليا فالحب راحته عنا، فأوله سقم وآخره قتل. أعتبر هذين البيتين من أعظم ما قيل في حق الحب. والحب في موسيقى الآلة كما ذكرت هو أصناف وأنواع وتوجهات وتصورات وتيارات عدة. الشعر في موسيقى الآلة هو له جرس إيقاعي ورشاقية في الإلقاء قبل أن يحتمل النغم. مثلا أقول: سرك هو سرك قالوا في المثل، طول ما هو في صدرك أحلى من عسل، إن بحته لغيرك ما عندك عقل. انظري هنا إلى جرس القوافي
كيف يشتغل لإعطاء جمالية عند الإلقاء. تلك الجمالية هي موسيقى قبل أن يتحمل الشعر تلك الموسيقى. جميع نوبات الآلة تتحدث عن الحب، وليس في الآلة إلا أشعار الحب والغزل والنسيب والتشبيب، باستثناء نوبة رمل المايا المخصصة لأغراضي المديح النبوي. فنوبة رصد الديل تتحدث عن العشق والهيام والغرام والفراق والبعد والصد والهجران والعذول والرقيب والواشي وكل المفردات، استعملي ما شئت من المفردات التي ارتبطت بالحب. نوبة العشاق تتحدث بصورها الجمالية الإبداعية عن العلاقة التي ترتبط بشروق الشمس وانبعاث الصباح مع انبعاث الحب في نفس الشاعر. ونوبة المايا التي هي عربون لألم الفراق والبعد عن الحبيب، تجسدها أشعار الغروب وذهاب الشمس. أشعار أخرى موجودة في ما يسمى بقدام بواكي المايا، هي لها ارتباط بانبعاث الصباح أيضا، ولها ارتباط بشروق الحب في نفس الشاعر الأندلسي. قلت سابقا على انه انماط كثيره استعملها الشعراء الاندلسيون وشعراء المغاربه ايضا، عندما تبنى المغاربه هذه الموسيقى استعملوا جميع انماط البلاغيه، كمثلا الاستعطاف نجده في موسيقى الاله، مثلا في بطيحي الحجاز المشرقي، شحال دمعتي تجري سخيه، حرمت المنام طول الليالي. بحال اللي كيستعطف هنا الحبيب ديالو، تقول له انه الفراق ديالك جعله يحرم المنام طوال الليالي. كاين هناك ما يسمى بالاستعارة، وهو ايضا فيه تغزل في المرأة. يقول الشاعر هنا في ميزان قدام رصد الديل على ما اعتقد: لله ثغر، وهو يتغزل بمحاسن المرأة، لله ثغر في عقيق أحمر قد نظمت فيه لآلئ الجوهر. هناك أيضا ما يسمى بالطباق، استعمله شعراء الأندلس كقولهم: الحب ديني فلا أبغي به بدلا، والحسن ملك مطاع جار أم عدلا، والنفس عزت ولكن فيك أبدلها، والذل مر ولكن في رضاك حلا. هنا الفرق ما بين الجور والعدل، وهو طباق كما يسمى عند البلاغيين. هناك أيضا ما يسمى بالتشبيه في الشعر الأندلسي في موسيقى الآلة: انظر إلى قده كالغصن معتدلا، وانظر إلى وجهه كالبدر حين كمل.
الشرطة تلقوا فيها حويجات رائعة ولا تخدشوا الحياء، أشكال وتعابير سامية جدا، من غير العيطة. إلى مشينا العيطة الجبلية كذلك، كنا تنحضروا في المواسم، أنا من المولوعين بالمواسم، وكانت خيمة قدام خيمة، ومن تنسمعوا خيمة راه لوتاق، لوتاق بجلالته، وهنا رباعة وهنا رباعة، وهنا الشيخة خدامة وهنا الشيخة خدامة، وتيتجاوبوا راقي داك شي. تصوري احنا داك المفهوم ديال داك المفهوم القدحي اللي عندنا للشيخة، عندهم هما ما حنا تنعرفوا مكانتها، داك المفهوم. تصوري بأن الشيخة تتنضم في اللحظة وتتلحن في اللحظة وتتأديه في اللحظة، ما سهلاش. وباش تجاوبيها الاخرى عاوتاني، وما كاينش فاصل زمني اللي تعطيها فرصه فين، لا هذه تتقول وهذه تتجاوب، هذه تتقول وهذه تتجاوب، بالاخص في السواكن. الي 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 الحصن وما فيه، واش شكواوي وشاف القريب عين ناوي ارجع الله، نشدوك عليا بصباح عجيلي عشية، ما يعجبني في هذا الإبداع المغربي أنه عنده واحد صور شعرية رائعة جدا، لا يميل إلى الخطاب المباشر، وإنما دائما يلجأ عيف العيطة مثلا عندما نحلل هذا المقطع، حاضية البحر لا يرحل خايف الأمواج لا تعوج. البحر هنا قد يكون وطنا، البحر قد يكون هو الحبيب، قد يرحل هذا الحبيب. يعني أنا إذن هنا صورة شعرية فيها رمزية، المشي المباشر، الخطاب المباشر، ما هو أنه واقفة أمام البحر، هل سيرحل هذا البحر ولكن الحبيب. ثم خايف الأمواج لا تعوج، بمعنى أننا في نفس الآن خايف هذا القدر ديال هذا الحب لا يتغير ولا كذا، وهذا كله يؤكد إبداعية هذه الثقافة الشعبية، هذا التراث اللامادي ديالنا في قدرته على التعبير والتعبير على الحب. أنا وأنا مقبل البحر الله يرحم، أنا وأنا سيدي مسعود بن حسين الحادي ناسو، سيدي مسعود سيدي مسعود يا سيد حادي ناسو، الله سيدي الله يا سيدي واش درنا واش عملنا. في الموسيقى الحسانية لا يمكن الحديث عن أغنية رومانسية أو عاطفية من بدايتها إلى نهايتها، لأن الثابت في الأغنية الحسانية هو المطلع أو ما يسمى بظهر الشور، وهي لازمة يبدأ بها الشعراء قبل الشروع في الأبيات الشعرية المسماة بالجيفان، وهذا لا يمنع من أن يكون موضوع الحب والرومانسية من أكثر الأغراض المتداولة في الشعر الحساني المغنى، غير أن الحب في الأغنية الحسانية يحضر كقوة وليس كمادة كما تقول الدكتورة العالية ماء العينين. الحب في الشور أو في الأغنية الحسانية ليس حباً مادياً، ما كاينش فيه، لا يحضر فيه الجسد بشكل كبير، موجود، ممكن أن تجد وصف العين، وصف الشعر، وصف القوام، وصف، ولكن الذي يحضر أكثر هو عاطفة الحب كقوة لا منطق لها، بمعنى أن الرجل ماشي، أنا ما غاديش تلقى مثلا في القصيدة أنا أحبك لأنك أنت طويلة وجميلة وشعرك أسود، لا، هذه موجودة ولكنها قليلة. الأجمل أو الأفضل الذي يفضله المتلقي هو أن هناك حب ولكن ما عندوش المبرر العادي البسيط، لأنك أنت كذا أنا أحبك. فمثلا نعطي أمثلة في شور معين، يقول أحد الشعراء: العلايات يديروا تنقاط ويواسوا للنيلة حيلة. يديروا تنقاط يعني كيديروا أشياء باش يتجملوا بها، أشياء من أشياء التجميل ومنها النيلة،
اللي معروفة أن الآن أصبحت تعتمد حتى في مستحضرات التجميل الجديدة الحديثة. العليات يديروا تنقاط ويواسوا للنيلة حيلة، وانا عرادي، عرادي يعني حبيبتي، وانا عرادي زينبات بلا كحلة وبلا نيلة. الشاعر: نبغيك ولاني جابر فيك مسيلة يا الريم تغليك. الريم هي الحبيبة، يعني أنا نبغيك ولكن في الحقيقة لا أجد شيئا فيك يجعلني أحبك بهذه الطريقة. نبغيك ولاني جابر فيك مسيلة يا الريم تغليك، عليا غيرانا نبغيك دليل عليها يا غلانا. ودليلي عليها هو هذا: نتمغنى، نتمغنى يعني أغضب منك، نتمغنى في الساعات عليك من فعلك يا عز إنسانة، تنفقعي ونعود نرضيك والذي حالت لهانة. يعني أنك عندما تغضبين أجد نفسي دائما محتاج أني نجي يعني أطلب منك الصفح. ما نسمي خاطيك بفمي غلاك علي مولانا، نختيرك عن بويا وامي واخوتي واخواتي، وانا أحبك عن أبي وعن أمي وعن أخواتي وعني أنا أيضا من نفسي. فإذن هناك واحد النوع من التمجيد لعاطفة الحب كعاطفة لا تحتاج إلى مبرر. ولهذا شائع في الثقافة الحسانية الحديث عن إبليس أو عن الشيطان. دائما رجل يريد أن يتغزل في امرأة أو امرأة تريد أن تغزل رجل، يقول فيها الشيطان، بمعنى أن هذا هو لا يفهم هذه المعنى، هذه الجاذبية، إلا أنها يسكنها الشيطان يجعله دائما منجذب إليها. في مجال الحب أعطي هنا نموذج لشاعرين كل واحد فيهم كيف يرى، أو شاعر وشاعر على ما أظن يرى يعني منظوره للحب. فأحدهما يرى بأن بعد أن انتهى حب يعني عاطفته أو علاقته انتهى الحب، والآخر يرى بأنه الحب بدأ فقط الآن. فيقول الشاعر: عزت العليات توفات ماتت ومتغطوا كرعيها، بمعنى أن حب النساء هو، لاحظوا هنا أنا دائما الحديث عن الحب كعاطفة وحدها، يعني أهميتها في كونها عاطفة، في كونها قصة حب، بأنها انتهت، يعني آخر شيء فيها هو هذا الذي وصل. عزت العليات توفات ماتت ومتغطوا كرعيها، يا ربي عزت العليات ترحمها وتتوب عليها، معنى أنها انتهت. فتقول له هذه الشاعرة حسب ما حسب علمي، أن الشاعرة تقول له هذا بالنسبة لك أنت، ولكن هذا ليس دائما، ليس حقيقة، يعني هناك في الوقت اللي تعيش هي فيه عزت العليات يالله عاشت ويالله بدأت وأعطت قيمتها. فتقول: عزت العليات توفات قالوها زورا عليها، اللاكي فنها بعد حياة حياة لا موت فيها. الثقافة الحسانية لديها إبداع شعري خالص، كاين عندنا وكاين عند البستون يعني في أفغانستان وفي صحراء منغوليا وما إلى ذلك، وهو شعر التبراح. التبراح هو نسيب غنائي، هو نسيب شعري، هو غزل. المرأة من حقها أن تتغزل أيضا، ولكن يكون مبني للمجهول بطبيعة الحال. يعني دائما أنه في الثقافة المغربية المرأة يعترف بحقها في أن تحب بهذا المعنى. فلذلك التبراع أحيانا تكون فيه شحنة كبيرة من التعبير عن العاطفة. فنجد مثلا
تعابير مباشرة كما قلت بالنسبة للغنى العادي، ولكن أيضا عندنا هذا الشيء الغير مباشر. مثلا تقول إحدى الشاعرات في التبرع مثلا: أش فيه الفضاحة حد معصبيه في رياحة. ما هو شنو هو الفضيحة أو ما المعيب في كون فتاة مع الصبي هو الحبيب؟ الرياحة هي الشرفة أو النافذة أو مثلا، فتتساءل ما العيب في ذلك. تقول مثلا: التعبير عن عاطفة الحب متن الشخصية قدام مال وبقية. دائما نلاحظ هنا ودائما هروب إلى أشياء يعني فقط تعبر على أنها بدل أن تقول أنها تحب وأن كذا، هي فقط تقول بأنها قوة شخصيتها كامرأة وهذا تنعدم أمام حضوره، وطبعا هنا المقصود أنه أمام عاطفة الحب. اهتمت الأغنية الأمازيغية بقضايا الحب والرومانسية بشكل غزير، لكن برمزية أكثر وخيال أوسع، لذا يرى الشعراء أنهم يتمتعون بحرية تعبير أكبر، لكن مع احترام العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع الأمازيغي. أبدعوا أغاني في الغزل والعواطف منذ البدايات الأولى للتسجيل في سنوات العشرينات من القرن الماضي. ارتبطت الأغنية الأمازيغية العاطفية ارتباطاً وثيقاً بالرقصات الجماعية، تؤكد في شكلها وتكمل ما تعبر عنه الأغنية، كما أن المرأة حاضرة بشكل قوي خاصة في منطقة سوس، ومساهمتها في الثقافة الموسيقية الغنائية أقوى خاصة الجماعية منها. اللي تنهضر على الأغنية الأمازيغية لابد من إشارة التنوع ديالها اللي كيتجلى في الرقصات الجماعية المعروفة في المغرب، اللي هي أحواش أحيدوس، اللي فيه شعراء وفيه شاعرات اللي تلقيوا قصائد سليقة وكيتناولوا فيها جميع المواضيع بما فيهم المواضيع العاطفية أو مواضيع الحب أو مواضيع الغزل. ثم كاين الصنف الآخر ديال الرويس، فنون الرويس أو تيرويسة، اللي فيها الرجال وفيها النساء، وكذلك الفن اللي معروف الأطلس اللي تيمارسوه الشيوخ، كذلك فيه نساء ورجال وكلهم تيغنيو على مواضيع مختلفة بما فيهم هذا الموضوع ديال الحب أو ديال الغزل أو الأغنية العاطفية. ثم هناك المجموعات الغنائية الجديدة اللي أغلبها مكونة من الرجال، هناك نقص في حضور النساء في المجموعات الغنائية الأمازيغية سواء في الأطلس أو في السوس أو في الريف، ولكن رغم ذلك نجد دائما هذه المواضيع ضمن المواضيع التي تتغنى بها هذه المجموعات. يعني هذه الأصناف كلهم تتناولوا المواضيع ديال الغزل أو الحب أو الأغاني العاطفية. في الأغنية الأمازيغية الخطاب أو التعبير يختلف من المكان الخاص للجماعة يعني اللي كيتمارس فيها الرقصات والحضور ديال الجمهور، وبين الاختلاء بالنفس. مثلا في تمويت اللي معروفة في مناطق الأطلس المتوسط هي واحد التعبير تيكون لشخص رجل أو امرأة في واحد الفضاء واسع، وغالبا تيكون وحده وتيعبر بتلقائية. في المرقص أو في أسيس أو في المكان الخاص لممارسة الرقصات الجماعية هناك اعتبار للجمهور، هناك الشاعر دائما يضع في نفسه رد فعل الجمهور حين يتناول تلك القضايا العاطفية، يعني يلتزم حدودا ما ويعبر بالرمزية المرأة أو الحبيب. إيوه يا
عند الرويس يكون ذلك مسجل، يكون متفق عليه، تكون القصيدة مكتوبة ملحنة مدربة خاضعة لتدريب ما، وفيها تعابير تراعي جمهور واسع، لأنها تكون يعني تكون سلعة تباع، والرئيس أو الرئيسة تراعي ذلك الجمهور في كتابة أشعارها وفي التعبير عن داخل عن دواخلها، سواء كانت تلك القصائد من إنتاجها أو من إنتاج شاعر آخر. ولكن تناول قضايا الحب عند الأمازيغ تتم دائما وفق أعراف متعارف عليها لا يتم تجاوزها. مشينا لمناطق الريف تلقى واحد الحب اللي حزين، لان كان كاينه ظروف تاريخيه، مثلا المشاركه في الحرب الاهليه الاسبانيه، شحال من واحد ريفي مشاو لتما ماتوا خلاو العائلات ديالهم. كاين هذا الشعر اللي كيعبر على داك الحب، ولكن واحد الحب حزين على واحد السيد ما عرفنا مشى ولا غادي يرجع. كاين واحد هذاك التعبير عن الحب بواحد الحرقة، بواحد التدمر، لأنه واحد الشخص عزيز مشى، سواء لأن الحب ماشي ديما ديال الحبيب، كيكون ديال العائلة ولا ديال شخص مقرب. فالقصائد اللي طلعت عليها فيها واحد الحب لشخص غائب ولكن بمرارة. ملي كنجيو الأغنية العادية تلقاها تتعامل حتى هي في هذاك الأصناف، التعبير الباسمة والتعبير الفرح عن الحب والرومانسية والعواطف الداخلية، ومرات تلقاو داك البعد، داك الهجران اللي هو داخل في هذاك الصنف ديال الحب، ولكن تيتناولو الشاعر بواحد النوع من الحزن وواحد النوع من المرارة. الفنان اللي غادي يسجل الاغنيه ديالو ديما تيفضل انه يبدا بدوك القضايا ديال الحب والقضايا ديال العاطفه ليستميل الجمهور وباش يوضع نفسه في الساحه، ولكن من بعد كيتفرع عنده المواضيع. وهذه الاغنيه العاطفيه موجوده بكثره، موجوده في جميع الاصناف ديال المغرب اللي كتنطق بالامازيغيه، موجوده بزاف، وهي محببة لأن فيها هذاك الأمل، فيها هذاك الجاذبية للمستمع، فيها هذاك التناول واللعب بالكلمات اللي كتجعل أن المستمع ما كيمل منها، وكتكون ناجحة خصوصا في بعض المهرجانات اللي كتطلب أنه يكون فرح وسرور.
يسود في المجال الموسيقي المغربي القول إن الملحون ديوان المغاربة هو النمط الغنائي الأكثر جرأة في نصوصه الشعرية الخاصة بالحب والغزل، مع أنها نصوص نظم معظمها فقهاء وعلماء ورجال دين. آلاف القصائد في المدح ووصف حالة المحب نظمها رجال الملحون، والتي تتسم بصور بلاغية قوية تمثل هذه القصائد حسب المهتمين بهذا الفن النسبة الكبيرة مما نظم في شعر الملحون، وأغلبها قصائد تحمل أسماء المرأة المغربية في إحالة على المحبوبة أو ما يسمى بالعشاق. شعر الملحون حاولوا يفصلوا ما بين الأنماط ديال الحب، لأن هناك الحب وهناك العشق وهناك الغرام وهناك الهوى كيفتن نسميه احنا في الملحون، وهناك أسماء أخرى متعددة، إلا أن شعراء الملحون تناولوا هذه الأربعة أسماء. وخير نموذج ممكن يستدل به الإنسان هو فاطمة ديال إدريس بن علي. ماشي عبثا جاب في الشطر الأول ديال القصيدة أو في البدو ديال القصيدة في استهلال ديالها تيقول الحب والهوى والعشق نار الغرام، ماشي اعتباط جاب هذه الأسماء مترادفة كاملة غير هكاك، لا، عندها أسباب ديالها اللي غادي يقرأ القصيدة بتمعن غادي يدوقها. قبل ما نتحدثوا تيقول ابن عربي: اعلم أعزك الله أن الحب أوله هزل وآخره جد. نفس القولة خذها من عنده سيدي عبد القادر العالمي دفين مكناس، وضفها في واحد مجموعة القصايد ديالو، حتى أنه تيقول في السرخة: الحب ليه كم من صفة، بديت شرار لطيفة ونهيت شرار عصيفة. وهي نفس القولة ديال ابن عربي، غير سيدي عبد القادر العالمي عرف كيف يوضفها. المدح أولا في الوصف ديال الحالة المحب، وصف المحبوبة، وصف حالة الهجران ما بيناتهم. هاد النمط هذا هو أعطى الملحون واحد تفرق في النصوص ديالو، أعطاه واحد الغزارة في الإنتاج ديالو، ومن خلاله قدرنا نعرفه بأن هناك أو ذاك المسكوت عنه في المجتمع المغربي اللي ما كانش يقدر يتقال إلا في واحد الحلقات الضيقة عند رجالة الملحون، أصبح متداول وبحرية، حتى أن ما غنقولوش هناك تغزل بالمذكر، بالعكس ما كانش، ولكن أصبح الرجل يتقمص شخصية المرأة فيتغزل بالمحبوب. ومجموعة نماذج عندنا ديال القصائد عند نفس ديال عبد القادر العالمي كيف يواصل لفرق محبوبه بقابل عقل. هناك بعض الأسماء اللي تناولها شعراء الملحون، ولكن هي لا علاقة لها بالمرأة،
ما عدا في الاسم، وحتى الاسم الا فككناه غنلقاو دلاله اخرى. وخير من يمثل هذه المدرسه الشيخ بن سليمان، سيدي محمد بن سليمان، الرجل اللي تكلم عن الحب بواحد الصدق بواحد المصداقيه كبيره، تكلم عن الحب بواحد ما جسدوش ولكن خلاه بحال تنقولوا ماشي مبهم، ولكن خلاه تشوفيه انت وتقرايه انت كيف بغيتي وتصوري الصوره ديال المحبوبه كيف بغيتي، ماشي بحال حصرها. الحاج حمد سهوم اللي معاه الملحون عرف واحد الرقي، وخرج النص الملحوني او القصيده الملحونه من ديك ما غنقولوش من الرتابه ولكن غير من ذاك التكرار النمط، ديك النمطيه خرجها وخرج معها حتى غرض العشاقي، اي ان ما بقاش ذاك العشاقي او ملي تنسمعوا العشاقي غويتا فاطمه خناتا كلثوم، هذه كلها عباره على وصف المراه من شعرها حتى الاسبوع. الحاج حمد سهوم خرج المراه من هذا الجانب هذا واعطانا ذاك الوصف الحسي ذاك الوصف المعنوي، بالعكس خرجها حتى من قلب الدار، ولات اللقاءات في 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 المدارس في الكليات في المسارح في السينما. وخير نموذج ممكن نشوفوه رقات ذاتي خربها الحب ناسي محلاه، من يوم نظرت بها جمالها وانا يا لله، خرج بينا من ذاك الاطار ديال قولوا الخناتة انا عشقي في فاطمه، لا من يوم نظرت جمالها وانا يا لله كلي لله، وكل ما نناول فيه بتنباهي من سر علوها رق من النسمه، اشاره للحب، رق من النسمه الصباح في ربيع الطل سقاه، ولطف من خيط الضي في الفجر كي يتشاهد واهي ملاكينها. وتزيد انا غريز المعاني وصفك حرت فيه، لان ذاك الوصف اللي جا في عند رجاله الملحون كاملين هو ما بقاش كافيه. يوم خيال غاب عني خدني هو تحت موش جنن، اشنو حال اللي شفاه محبوب وخلع مصبوب في الوصف الجديد اللي من غير الوصف ديال الأعضاء، تيقول في واحد سكينة وجميلة هاد سكينة عنده، ومنها اشتق واحد المجموعة ديال الصفات المحبوبة، وهذه عادة من عادة شعراء الملحون يشتقون من اسم المحبوبة صفات، مثلا كقول تامي المدغري قولوا المسعودة ويطلع كواكب السعاد، أنا من سعدي سعاد كنتي مسعودة وانتي يا سعد السعود وانتي يا الهلال سعود، انه اشتق لمسعوده واحد المجموعه ديال الاسماء. الا ان شيخنا هنا ملي غادي يوصف المحبوبه ديالو ما وصفهاش ذاك الوصف الحسي، وانما قال بعدا في اللازمه ديالها الساكنه سكنات ساكني من نهار سكنو غرا مول في ساكنه، وتسكن من بعد سكنت من بعد هياجته وعاد مطمئن تطمان، الزين والبهاء والحياه والوفا والنبل لا فهم لا هما في بنات المدينه، ولا في بنات البدو شفتهم فيها شوف العين، والعلم مع الأدب يا مالية والذوق الرفيع وقوى الأمينة ذاك الفكر الخلاق. شتي الرجل ما بقاش تيهضرنا على العينين ولا لا، خرج هو ذاك الفكر الخلاق للأفكار وصدق التخمين والذكاء الخارق والخيال الخصب، وصوتها نبراته الحنينة تشبه تسبيح ملائكة السماوات العلويين،
هذه هي سكنتي. أفرح قلبي كتير وركبت على شهاني، شهان الأمطار عظمتي والآن حليب وغين سنان باقي بان وطرم سخطار محبوب القلب صار لي أسياء وصلني الرصام كذبا زين النبي القرآن سيني ضوء جنم التراث المغربي الموسيقي المغربي تراث زاخر بتنوعه من شمال المغرب إلى جنوب المغرب ومن غربه إلى شرقه. نجد أن هنالك أغنية واحدة، هنالك فرح موسيقي واحد، لكنه يتنوع ويتلون بتنوع وتلون الاهتمامات وبتلون كذلك المحيط السوسيوثقافي للموسيقى باعتبارها حدث، باعتبارها لغة، باعتبارها تعبير، باعتبارها خطاب. خطاب أوله الموسيقى والأغنية، ولكن هدفه وتجليه الكبير هو الحب.